يعطيكم ألف عافية كمان مرة. اليوم راح يكون عندنا بداية أول لبات الباثو عدد إن شاء الله راح يكون عندنا في هاي السنة من 5 to 6 session من اللبات، يعني مش إنه كثار يعني، بس ضل علينا مثلا غيرها تكون 5 محاضرات أو 4 يعني، فإنه عددهم قليل. راح نعمل طبعا نظام أونلاين لأنه فعليا فيش كثير يعني براكتيكال في داخل اللاب، عبارة عن discussion mainly. اللاب عليه زي ما انتم عارفين 20 علامة، اللاب عليه 20 علامة من ال 100 علامة للخمس ساعات الموجودة عندكم هلا. ال 100 ال 20 علامة توزيعهم اما بيكون فيهم فاينل او يعني لسه مش مقرر بالاساس كيف توزيعهم الاساسي هلا، اما بيكون ال 20 علامة بدون امتحان فاينل او ميد تيرم. اذا كان طبعا في اذا كان في عندنا امتحان ميد تيرم حيكون له ياخذ جزء منهم او من امتحان فاينل، فبيكون مثلا 12 على الحضور الغياب والكويزات. هلا بغض النظر كيف كانت التقسيم او التوزيع، او يكون ال 20 علامه هي على اللابات كلهم. هلا اذا كان عندنا مثلا 5 لابات، يعني اذا كان بدنا ناخذ 5 لابات راح نحسب مثلا على اللاب يكون عليه 4 علامات، يعني كل هاي كل سيشن احنا بناخذها اليوم مثلا هاي السيشن عليها 4 علامات. اذا كان موجودين يعني موجودين نص العلامه راح يكون حضور وغياب، والنص الثاني راح يكون الكويز تاع المحاضره اللي راح ينعمل بعد كل لاب. طبعا اليوم ما في كويز لانه طبعا اول لاب ولسه يعني شوي، مع الاسبوع الجاي لما تكونوا درستوا الماده اكيد بتكون اسهل. راح نعمل الكويز للقاء الجاي واللقاء هذا سوا مع بعض، يعني راح يكون كثير اسهل الكويز مع بعض مع بعضهم. فبدنا ديروا بالكم على موضوع اللاب لانه الكويزات كثير سهله بتيجي بتنعمل على الاي كلاس. طبعا الكويز بالماده اللي راحت اكيد بعد المحاضره بتم المحاضره، يعني الكويز بعد ما نشرح كل شيء بعد ما نشرح اللاب. اللاب راح يكون اعاده لكثير شغلات احنا حكيناها اوريدي زي ما راح تشوفوا الحين. فراح انا اعطيكم ان شاء الله الاليه بس نتفق لكل الشعب، لانه الاتفاق راح يكون على مش بس لحالكم، في 16 شعبه لاب بشري وفي عندكم 6 شعب انتم، فبنستنى القرار النهائي يعني بتوزيع العلامات النهائي. بس طبعا الكويز لابد من وجود كويزات عليها علامات، وراح تكون لكم على الاي كلاس ان شاء الله. فطبعا اليوم خلينا نحاول نتفاعل نشارك اكثر، صح تعبانين وايش من الحكي، بس يعني تحاولوا قدر الامكان تكونوا معنا نتفاعل نحاول نجاوب مع بعض نشارك الكل. طبعا ديروا بالكم الغياب والحضور، الحضور الغياب راح اقراه بالاسم لانه للشعب اللي موجود عندي، مش إشي لأنه ما فيش مجال هون أنا بتخربط كثير والموضوع لازم أخذ الحضور الغياب من هون. دكتور سامعني؟ سامعك تفضل. دكتور يعني اللاب ملوش علاقة في المادة، يعني امتحاننا اللي ب 10/11 مش داخل فيه إشي من هذا اللاب. إيه هو بس تشوف المادة حتشوفه نفس يعني نفس الماتيريال يعني نفس الإشي بس شكل مصور. هلا يدخل او ما يدخلش، ما انا حكيت لك لسه يعني مش مبين جزء من ال 20 علامه هل حيكون في الميد تيرم او لا. طب امتحان ب 10/11 احكي لنا عنه شوي. احكي لك عنه شوي من اي ناحيه؟ بصراحه يعني فيش عندي كثير، يعني بنحاول لسه بنتفق على الماده اليوم ان شاء الله. اليوم امبارح ما فضيتش اتواصل مع الدكتور اللي هو بعض الشعب الثاني، بس نتفق مين اللي على الاساس اللي هو الامتحان. حتى هاي اللحظه انا الامتحان حيكون ساعه، حيكون الامتحان عباره عن 40 علامه 40 20 علامه في 40 في 40 سؤال، يعني كل سؤال بيطلع له دقيقه ونص حسب الاتفاق عليه بالجامعه. هلا طبعا بيطلع كل سؤال نص علامه يعني، ففرصه احسن. انا من هلا بخصوص الماده المطلوبه انا حتواصل مع الدكتور على انها تكون الماده المطلوبه هي ماده اللي هي السيل انجري فقط اللي هم اول شابتر. فطبعا التعويض ومش تعويض هلا في نهايه اللاب بنشوف، لانه انا التعويض ممنوع انه الدكتور اللي اعطاكم انتم لازم تحكوا معنا نعوض، لانه انا يعني بسمح اي حدا يدخل مش اشكال، بس انا بالاخير باخذ الحضور الغياب للقائمه اللي معي والدكتور باخذ الحضور الغياب للقائمه اللي معه، فلازم تحكوا معاه قبل يعني مش انا. فان شاء الله راح نعمل زي السيشن قبل الامتحان برضو، اذا في اسئله نحلهم اسئله نجاوبهم ديسكشن، راح اوضح لكم كل شيء بخصوص الامتحان. بس خلينا نمشي في لابنا اليوم حتى ما نتاخر كثير عليكم. ها
هلا اللاب اليوم لمعلومات كلها حكيناها، لاب اليوم بس راح يكون في جزء اللي هو اللي احنا المفروض يكون هو عملي، بس لكن لعدم توفر الجثث في الجامعه او اللي هم الكاديفرز او الاجزاء او الاورجنز اللي هي بالمحنطه بالفورمالين، بيتم طبعا عمل اللاب بهذا الشكل. وبالاضافه للهيستوباثولوجي والكلينيكال كيسز، هاي هي لابات الباثولوجي بشكل عام. احنا كلينيكال كيس اكثر راح نكون قليله يعني عندكم بخصوص الاسنان، راح نركز اكثر شيء في الجروس باثولوجي ودرجه اقل برضو الهيستوباثولوجي. جميع المعلومات اللي راح تنذكر هلا كلها انشرح الثيوري، يعني انواع النكروسز مين بذكرنا فيهم قبل ما نبدا نحكي؟ كوجوليتيف. ايوه شو في انواع ثانيه؟ والفاكتيف نكروسز. ايوه ليكوفاكتيف، كوجوليتيف، جانجرينوس نكروسز، فات نكروسز، كاسيوس نكروسز، والفايبرونيد نكروسز. احنا فعليا اليوم راح نشوف صور عليهم، وكل صوره راح نعرف شو هي، هل هي كوجوليتيف نكروسز، ليكوفاكتيف نكروسز، من هذا الشيء. فلو اطلعنا على اول صوره ماخوذه من الهارت من عندنا هون، الكل يتطلع بهاي الصوره، وين تتوقعوا موقع النكروسز او الاريا اوف نكروسز في المنطقه؟ وين المنطقه اللي صار فيها تشو ديث؟ ممكن في الفالف، البال، المنطقة البال. هلا انا بدنا نشوف، شو رايكم انتم؟ يلا اي منطقة بال مثلا، بدي احط لكم زي مناطق شوي، هاي A نسميها، هاي B، وهاي C. C هاي C، استنى بس C بدنا شيء هون، او C هون يعني بنفس الشيء يعني كان. A or B or C أو D هون؟ C C C. أوكي C. طيب هاي المنطقة C هي منطقة صار فيها نكروسس، زي ما أنتم شايفين في عنا منطقة C هي المنطقة اللي صار في عنا فيها النكروسس. هلا شو نوع النكروسس من الأنواع الفايف اللي بنعرفهم؟ نوع الفايبرينويد انسونا منه، لأنه ما بنشاف إلا على الميكروسكوب. هاي المنطقة اللي إحنا شايفينها منطقة صار فيها نكروسس، كوجوليتيف نيكروسيس. طيب وبالتالي شو تعريف الكوجوليتيف نيكروسيس، او شو الديسكريبشن او المورفولوجيكال ديسكريبشن للكوجوليتيف نيكروسيس؟ لان انتم ذاكرين لما شرحناه بالمحاضره راح يكون في عندي بريزرفيشن ستراكشر للديث سيل، راح تضل زي ما هي شكلها يعني. مزبوط. ففي عندنا تيشو از بريزيرفد، فلاحظين انتم الوول شو معنى كلمه تيشو از بريزيرفد؟ يعني انه كانه الهارت محنط يعني، ولو بعد حدوث الانجري طلع يعني الوول كامل، جدار القلب كله كامل، ما في اي فاصل، ما في انه والله هي المنطقه مختفيه. اوكي بتظهر طبعا باللون البيل او باللون الابيض، او احنا بنسميها هذا اللون الابيض يعني الوايت انفاكشن، تظهر هاي المنطقه باللون الابيض او اللون البيل. تمام، فهي هي منطقه فيها صار نيكروسيس. الباترنز او الشيب او المورفولوجي اوف نيكروسيس هو كوجوليتيف نيكروسيس، اللي حكينا تعريفه صحيح او الديسكريبشن له بالمورفولوجي تيشو از بريزيرف. وذاكرين فسرنا طبعا ليش بصير بريزرفيشن للتيشو، او الميكانيزم اوف بريزرفيشن، شو السبب ذاكرينه؟ حكينا الميكانيزم مضبوط، بصير في عندنا الديناتشوريشن، فبتتوقف عمليه الاوتولايسز لفتره، فما بتكمل عمليه تكسير الخلايا للديد سيلز، فبضل التيشو محافظ على شكله. فنوع الكوجليشن كمان مره هون كوجليتيف نيكروسيس. الامتحان هيك ممكن يعني هيك راح يكون، لو في حلقه امتحان والكويز، الكويز راح يكون صور وبسالك عن نوع النيكروسيس بس، يعني مثلا بهي المحتوى يعني، فانت بدك تكون عارف تختار انه هاي عباره عن كوجليتيف نيكروسيس. فالتايب اوف نيكروسيس ان ذا ايمج از كوجليتيف نيكروسيس. البوسيبل كوز، شو هو السبب المتوقع لهي الشيء، او شو اللي بيسبب الكوجليتيف نيكروسيس؟ حكينا كيميا. اوكي اسكيميا اوف ذا اورجانز، وحكينا انه اتفقنا على قاعده دائما بتحكي انه كل انواع الاسكيميا بتعمل كوجليتيف نيكروسز عدا في كل الاورجانز ما عدا الموجوده بالبرين. ايوه هي انتم اشطر من طلاب البشر اللي اعطيناهم لبات ولا جاوبوا شيء منهم. طيب describe the gross morphology
لما نسألكوا describe the gross morphology, tissue is preserved and the area appears in the white or in the white color. يعني لأنه إحنا نشوف اللي نفرق بين ال white والred type منهم. فإنه لما نسألكم describe the morphology, tissue is preserved. يعني هاي هو الوصف. لأن الواحد دائما بده يوصف المورفولوجي, بيوصف الشغلات اللي شايفها. طبعا بده يوصف الشغلات اللي شايفها ضمن الإطار العلمي اللي دارسه, يعني مش راح يحكي إنه والله شايفها بذات. يعني إحنا بسأل pathology, tissue is preserved, tissue is removed. اللون مثلا مطلوب نوصفه دائما بالمورفولوجي, لازم نحكي عن اللون. هلا ذاكرين في المحاضرة حكينا عن كلمة تستخدم في الكلينيكالي بشكل كبير, هي مصطلح أو term infarction. شو معنى infarction؟ لما يصير في عنا تيشو نكروسز بسبب الاسكيميا. بالضبط. فتعريف الانفاركشن هي area of necrosis. Area of necrosis due to the ischemia. فكلمة infarction هي مصطلح طبي يستخدم. تقريبا هو يعني coagulative necrosis, يعني انه coagulative necrosis زائد liquefactive في the brain, يعني في حالة الاسكيميا. بس هو تعريفه هي منطقة النكروسيس او النكروسيس of the organ due to ischemia. هاي تعريف الكلمة الانفاركشن, موجودة شرحناها ذاكين بالسلاي بالمحاضرة. فبس انتبهوا انه لازم نصير عارفين شو معنى. خلاص انفاركشن منطقة نكروسيس, سبب النكروسيس هو الاسكيميا. غالبا بالانفاركشن بيكون كوغليتيف, ما عدا في البرين بيكون ليكوفاكتيف. طبعا الانفاركشن او منطقة الكوغليتيف تاخذ تو كلرز عادة تبعا لوجود الدم فيهم. شو سميناهم وقتها؟ الريد والوايت. والفرق بينهم هو وجود البلاد, صح؟ في المنطقة. طبعا في بيختلف طبعا المسبب لكل واحدة منهم وين بتصير, هلا رح نشوف. بس انه الفرق الاساسي هو وجود البلاد. اوكي شو رايكم وين منطقه النكروسيس؟ هاي ما طبعا من اللنج. اللي هي اغمق منطقه المتجمع فيها الدم. اوكي اذا حكينا لكم انه هاي لنج تعرضت لاسكيميا, شو رايكم وين النورمال؟ ايه ولا طبعا طلع السهم وخلص. اوكي هلا شايفين المنطقة اللي حكيت عنها اللي هي باللون الغامق أو اللون الدارك عنا, هاي منطقة اللي صار فيها نيكروسيس. طبعا شو نوع النيكروسيس هون؟ كوأجيليتيف نيكروسيس. طبعا احنا كيف نعرف نوع النيكروسيس؟ يا بنعطيكم السبب, حاجة من التنتين, يا بنعطيكم السبب اللي عمل أنا عندي النيكروسيس. يعني لو حكيت لكم أنا هون صار في اسكيميا, من حالنا نعرف انه هو سوليد اورجان وبالتالي مش برين, فهو كوغليتيف نيكروسيس. او بالعين يعني, او انه بنشوف مثلا والله هون التيشو ضل محافظ على الستركتشر تاعته. يعني لاحظين يعني انه المنطقه لسه موجوده. اوكي صح هي باللون الاحمر بس لسه هاي المنطقه موجوده, يعني التيشو اللي فيها از بريزيرفد. فزي ما انتم شايفين يعني المنطقه كامله, يعني هي الحد تاع اللنج موجود بس هاي المنطقة اللي على شكل ويد شيب صار فيها نيكروسيس. نوع النيكروسيس كوأجيليتيف نيكروسيس, إما بنعرف النوع من السبب. إذا كان في السؤال مذكور لكم إنه صار في إسكيميا, أو من الشكل إنه أشوف أنا عندي هون التيشو إز بريزيرفد, يعني هيو كامل بس طبعا يظهر باللون الأحمر. ليش؟ نتيجة تجمع البلاد فيه, وهذا إحنا بنسميه النوع اللي هي بنسميه الريد انفاركشن. طبعا بعكس الريد انفاركشن ايش اسمه الوايت انفاركشن. طبعا وين بنشوف الريد انفاركشن وين بنشوف الوايت انفاركشن؟ الوايت بيكون بالطحال. اوكي شو معنى الفكره؟ الوايت السوليد اورجان فيري سوليد بالضبط اللي هي, والريد اللوز اورجانز. انه الدم فعليا بيمشي من هاي المناطق على هاي المناطق, لانه لوز اورجانز ما فيها كونكتيف تيشو كثير. فبعد ما تموت المنطقه هاي فعليا بس بتجمع فيها الدم, لهيك ظهرت باللون الريد هو. بس يعني التفسير بسيط, هاي سبب اول. سبب ثاني اذا كان سبب الاسكيميا ارتري اور فين للريد, طبعا فينوس بلاك فينوس للريد مظبوط, بينما الوايت اللي هو بالارتريال. فطبعا التايب اوف نيكروسيس كمان مره هون كوجوليتيف نيكروسيس, مورفولوجيكال type of infarction هو red infarction. اوكي شوف الصورة هاي مع بعض كمان مرة نطلع عليها. شو رأيكم في السبلين اللي موجود عندنا؟ أول إشي بدناش نعطيكم السبب, بدنا نعطيكم إنه تختار شنوع النكروسيس هون. الريد
بناء على الشكل يعني coagulative. هل صار اوكي coagulative مجمعين الكوغليتيف. طيب لو سألنا السؤال اللي بعدي شو متوقع السبب يكون؟ شو متوقع؟ اوكي كونه كوغليتيف احنا بنعرف انه الكوغليتيف ما بصير الا في الاسكيميا، فهون صار اسكيميا في السبلين، فصارت عندنا منطقة الكوغليتيف نيكروسيس اللي هي باللي هي بالمنطقة اللي باللون الابيض. هلا السؤال اللي بعده او اللي هي النوع النوع اللون الانفاركشن white infarction. هيها منطقه الانفاركشن، هيها المنطقه اللي بالبي، منطقه طبعا هاي نورمال. طبعا هاي الاورجان السبلين فيري سوليد وفيه كونكتيف تيشو، صعب الدم يمشي من هاي المنطقه لهي المنطقه، فبتضل هاي المنطقه اللي هي البيل ارياز اللي هي منطقه الكواجوليتيف نيكروسيس في السبلين عندنا، اللي هو التيشو فيها بريزيرف حدود السبلين كلها كامله، فهاي هي الكواجوليتيف نيكروسيس. نفس مبدأ الأسئلة يعني، نشوف الصورة اللي بعدها. ليكو فاكتر. أوكي. لو طلعنا على البرين اللي موجود عندنا، شو هو تايب النيكروسيس بناء على الشكل؟ لو حكينا مثلاً إنه تعرض البرين لإسكيميا، سهلا نجاوب على السريع بدون صورة حتى يعني. فممكن يجي يعني ممكن يجي السؤال بدون صورة، يعني ممكن يسألكم سؤال برين تعرض لإسكيميا شو type of necrosis؟ liquefactive necrosis. طيب هلا بدنا نشوف شايفين المنطقة ولا مش شايفين؟ أكيد بما أنكم جاوبتوا أكيد لازم شايفينها. طيب هاي المنطقة ولا هاي المنطقة ولا هاي المنطقة؟ سي. طبعا اكيد هاي هي المنطقه. طبعا بحكي لي حدا شو اللون الابيض؟ هاي الوايت ماتر اوف برين. البرين منقسم الى جراي ماتر اللي هي هاي، وهاي الوايت ماتر اللي باللون الابيض، يعني هي مش منطقه صار فيها نيكروسيس، لا هي نورمال. وهاي المنطقه اللي بالدارك برضه منطقه نورمال في البرين، هي الجراي ماترز والكاودت نيوكليا صغيره. منطقه هاي المنطقه اللي عامله زي تجويف، وين راح البرين؟ هو تحول لليكويد، طلعوا التيشو مش بريزيرف. لو كان التيشو بريزيرف بيكون هون زي هيك لونه باللون الابيض، يعني تكون كل هاي المنطقة بس باللون الأبيض زيها زي السبلين، لكن تم عملية الليكويفاكشن للنيكروسيس. وكمان مرة شو تعريف كلمة ليكويفاكتيف نيكروسيس؟ transformation to liquid. بالضبط، هاي هي الديفينيشن الصحيح لها، transformation into liquid. مزبوط. هلا اللي بيسأل عن السيستري، ما إنه هاي السيست هلا اللي بصير فعليا كالتالي، إنه منطقة الليكويفاكتيف هلا المفروض هاي إذا بتضل في البرين يكون فيها الفلويد اول ايام. طبعا بعد ايام بتيجي خلايا نتيجه الانفلاماتوري ريسبونس، بتيجي خلايا اللي كنا نشرح فيها خلايا الوايت بلاد سيلز، وبتعمل فاجوسايتوسيس وابزوربشن لكل الليكويد اللي موجود، فبتتحول لكافيتي لتجويف لفراغ يعني. فبصير في مكانها فراغ، مكان الاريا اوف نيكروسيس، بس طبعا في البدايه بتكون هي ليكويد. وعمليا احنا برضه لما بنيجي بناخذها من الجثه وبنطلع البرين، الليكويد اللي فيها برضه يعني بدا يعني مش بسهوله يتجمع، فبصير لوز للليكويد، يعني بدك انه طريقتك تجمع الليكويد في البرين يعني. فانه اوكي بتظهر هي في مكانها زي تجويف يعني. فمثلا زي الصوره اللي بعدها هاي نفس البرين يعني، بس هي يعني ممكن هي الصوره اللي فرجيناكم اياها بالمحاضره، هاي الدائره الصغيره هون ممكن مبين فيها ليكويد من انعكاس الفلاش تاع الكاميرا، شايفين بتحس انه فيها ليكويد في المنطقه. هاي الاريا اوف ليكوفاكتيف نيكروسيس هاي برضه فيها صغيره لانها مبين فيها زي وجود ليكويد. بعد ايام انت لو اخذت الاوتوبسي او العينه من او اخذت البرين للمتوفى، ممكن يكون انه هاي المنطقه تشوفها كافيتي نتيجه الانفلاماتوري سيلز بتشيلها، او حتى لو انسان عايش ما توفى يعني ضل عنده انفاركشن، بتيجي بتتصورها بكون بس فيها فراغ، تصير زي كافيتي بعد ايام من الانفلاميشن. فالtype of necrosis، البوسيبل كوزز هلا للانجري اللي هي الاسكيميا. other examples للليكوفاكتيف نيكروسيس سبق وان حكيناها في المحاضره، واللي هي الاهم والاكثر يعني. شغلتين بيعملوا الليكوفاكتيف نيكروسيس، ايش هما؟ بكتيريال انفكشن والفنجل. بكتيريال انفكشن هي اكثر، اللي هي لما تعمل ايش؟ حدا سمعته حكى بس بس بالضبط.
هلا ممكن البكتيريا ما تعمل ليكوفاكتيف، اذا عملت بص، البص نتيجه اللي شايفين الصديد او القيح او البص هو عباره عن الليكوفاكتيف نيكروسيس، هي من هي ال هي النيكروسيس، هي الليكوفاكتيف نيكروسيس اللي نشا من البكتيريا انفكشن، يعني وجود البكتيريا نفسها مع الانفلاميشنز عمل الاريا ليكويد، فهي هي الليكوفاكتيف نيكروسيس. انذر اكزامبلز عليها في البنين ولا مش شرط؟ لا في اي مكان عندك في الجسم حط فيه بكتيريا من النوع، في بكتيريا، في بكتيريا بسموها بس فورميشن بس فورماتنج بكتيريا، يعني هي عندها قابليه تعمل البس في البرين، تعمل في اللنج، بتعمل في السكن، تعمل بتعرفوا الاكني حب الشباب لما تلتهب يصير لها راس ابيض ومرات بيطلع منها زي مده مرات، او هي هي البس بسبب وجود الانفكشن في المنطقه، يعني لما تنفخ بصير فيها انفلاميشن وإشي الحب الشباب، يعني هذا الإشي اللي احنا سهل نشوفه كثير، الجروح تلتهب بيطلع منها مادة في أي منطقة ممكن تلتهب بالبكتيريا اللي هي خصوصا الستاف أوريس هاي اللي بتكون الباص، ممكن نشوف هي الباص هو الليكوفاكتيف نيكروسيس في أي مكان بالجسم، يعني ممكن في البرين، ممكن بالهارت، ممكن باللنج، ممكن بالسكن، ممكن بالسبلين، يعني زي ما راح نشوف هلا شوفوا عندنا هون مقطع من السبلين، شو رأيكم بالسبب هذا؟ طبعا الاريا اوف نيكروسيس واضحه هون، يعني في هاي منطقه صاير فيها نيكروسيس، فيها بس شايفينها طبعا اول شيء اللي بكل السبلين، يعني في ناس يعني خلص انه ما يشوفوا سبلين بحطوا كوغليتيف، طب شفت هاي الصوره من السبلين، يعني طب كوغليتيف المفروض تكون شكلها ويج شيب ويكون التشو هون، ملاحظين انه شيء سائل هون لانه ليكويد، طلعوا كيف حتى طالع برا الليكويد لبرا، يعني انه فتح لما عملنا الكروس سكشن، وعندنا منطقه هون باللون الابيض. هلا اذا حكينا لكم انه السبلين تعرض لانفكشن، والله سهل نعرف انها ليكوفاكتيف لانه بنعرف البكتيريا انفكشن ممكن تعمل البص، فهي المنطقه اللي هي البص هون في داخل السبلين نتيجه وجود انفكشن في البكتيريا، فهون شنو على النكروسيس في السبلين؟ ليكوفاكتيف. فشايفين صارت هاي هي البص المقصود فيه، فانه وين ما بيكون البكتيريوم اذا تجمعت وسوت البص هو عباره عن منطقه الليكوفاكتيف نيكروسيس. فشو السبب هون؟ البكتيريال انفكشن، نوع النيكروسيس ليكوفاكتيف، الصوره السادسه. هاي كاسيس نيكروسيس او فايبرينويد، ما بنشاف على الميكروسكوب، هاي اللي حكى ايش فات نيكروسيس. طبعا شايفين كاسيس نيكروسيس، شايفين المناطق هاي اللي باللون الابيض، هاي هي مناطق اللي هي الفات نيكروسيس. احنا شو سميناها هاي الديسكريبشن لها؟ لا she's like she's like اللي هي الكاسيوس نيكروسيس. الفات نيكروسيس هي سميناها شالكي وايت ابييرنس، اللي هي زي الطباشير او زي الاحجار او الستونز، شالكي وايت ابييرنس. طبعا وين بتصير؟ في حدا جواب في اي مرض؟ البنكرياس، الاكيوت بنكرياتايتس. شو سبب ظهور النيكروسيس بهذا الشكل تحت تاثير اي انزيم؟ البرو انزيم لما بصير لها اكتيفيشن، خصوصا بيجي انزيم اللايبيز، اللايبيز بحول الترايجليسرايد لفاتي اسيد. فاتي اسيد مع اي ماده بتربط حتى تسوي هذا الشكل؟ مع الكالسيوم. ايوه، لما تربط مع الكالسيوم في عمليه السابونيفيكيشن، فكأنه بتصير شكلها زي الصابون، لأنه طبعا حكينا انه كيف بيحولوا الزيت لإشي صلب عن طريق إضافة مادة الكالسيوم عليه، فالفاتي أسيد بس تربط مع الكالسيوم بصير ديبوزيشن تطلع بهذا الشكل. شايفين هذا هو الشكل، هو شكل الفاتي نيكروسيس أو السابونيفيكيشن. لو ما نسألكم شو هو السبب أو سبب ظهوره بهذا الشكل، هو الكالسيوم ديبوزيشن أو كالسيوم، عملية ارتباط الكالسيوم مع الفاتي أسيد بعملية العملية اللي احنا بنسميها السابونيفيكيشن في مرض الأكيوت بانكرياتيتس. فشنو عن نيكروسيس كمان مرة؟ نشوف الإجابات. فات نيكروسيس. شو السبب له؟ أو الديزيز شو في أي مرض بيظهر؟ كالسيوم أكيوت بانكرياتيتس. شو سبب ظهوره بهذا الشكل اللون الابيض اللي احنا صابه من شالكي وايد ابييرنس؟
هو انه ارتباط كالسيوم. اه راجعوها في المحاضرة شرحناها، ارجعوا للتسجيل. نتيجة انه اللايبيز بكسر طبعا نتيجة خروج اللايبيز من البنكرياس على الأديبوز تيشو بكسر الأديبوز تيشو بحولها لفاتي أسيد. فاتي أسيد هاي بترتبط مع الكالسيوم وبتترسب بهذا الشكل اللي هو اللي احنا بنشوفه. دكتور يعني الفاتي نيكروسس بس بشوفها بالأكيوت بنكرتايتس؟ هلا مرة حكيت لكم إياها إنه أنا بدي أجمع بدي أجيب أديبوز تيشو وأحط معها لايبيز. وين بيجتمعوا هذول الاثنين مع بعض؟ في البنكرياس. فإنه البنكرياس إنه بيحتوي على كمية عالية من اللايبيز، فإنه هي هو الأديبوز تيشو اللي محيط فيها. نعم الفات نيكروسس جاست في الأديبوز تيشو. هلا ممكن نشوف another example عن الفات نيكروسس وين؟ في التروما، على إذا التعرض للتروما خصوصا في البريست تروما، في البريست فيدينج نتيجة التروما. التروما المتكررة على الأديبوز تيشو بتعمل برضه فات نيكروسس فيه، بس مش شرط يعني، وبتعمل برضه السابونيفيكيشن. مثلا الابدومين، الفات اللي في الابدومين اذا ضل شخص مثلا يتعرض لتروما مستمره على الابدومين ممكن يسوي عنده فات نيكروسيس وسابونيفيكيشن في مثلا في الابدومين الفات. بس هي اكثر احنا بنشوفها في مرض البنكرياس. دكتور تفضل. يعني مش شرط بالبنكرياس بس زي ما شرحنا بالسلايد احنا حكينا، هو الموست كومون اللي هي تكون في الاكيوت بنكرياس. طبعا ليش هي بتصير في البنكرياس؟ البنكرياس موجود عضو ريتروبيريتونيال في منطقه الريتروبيريتونيوم في الابدومين، وهي محاط بكميه كبيره من الاديبوز تيشو. يعني البنكرياس موجود في يعني في منطقه كبيره من الاديبوز تيشو، جيرانه كلهم اديبوز تيشو البنكرياس. فلانه بيتعرض لمرض اسمه الاكيوت بنكرياتايتس، بنشا من انه الاكيوت بنكرياتايتس يطلع اللايبيز من البنكرياس على هاي التيشوز، لانه انا بدي اللايبيز. يعني اللايبيز ممكن يكون موجود في الدم بس بنسب قليله. يعني مثلا اذا ضليت تكسر انت تتعرض لتروما مثلا بيعمل ريليزنج للفاتي اسيد اللي فيها، ممكن انه اذا اللايبيز اللي موجود في الدم يحولها او يكسرها الشيء. بس انه الفكره لا، انه هو في البنكرياس بصير اكثر شيء يعني. بس another example ممكن يصير في حال تعرضنا للتروما خصوصا في البريست. دكتور يعني لو نسألنا إيش الكوز للفات نيكروسيس راح يكون هو الاكتيفيشن للايبيز؟ الكوز، كلمة كوز أو المسبب هو المرض نفسه اللي هو الأكيوت بنكرياتايتس. الميكانيزم شو الآلية للفات نيكروسيس؟ يعني اللي هي ريليزنج لللايبيز إنزيم من البنكرياس نتيجة سبب معين، نتيجة مثلا فيروسز بالعادة بتسبب الاشي هذا، فيروسز نتيجة الالكحول اللي هي الالكحول انتيك بتعمل ريليزنج لللايبيز، بتعمل اللي هي انه اللايبيز يصير لها اكتيفيشن في داخل الانزيم فبتطلع هي بتكسر الاشي. هلا اوضح لكم اياه هون، ثواني انا رسمتها قبل هالمرة. لو كان عندنا مثلا هون البنكرياس فيه اللي هي البرو انزيم، برو انزيم معناته هي ان اكتيف، بتكون موجودة في داخل الإنزيم، وهي الإنزيم تطلع على الجي آي سيستم طبيعي إحنا وبتهضم الطعام، وبتم عملية الأكتيفيشن لإلها هون في الجي آي تي سيستم في الديودينم، هون تطلع عبر القناة هون على الجي آي سيستم وبتم عملية الأكتيفيشن وبتهضم الدهون. لكن في إذا حدث إنه هاي الإنزيم صار لها أكتيفيشن في داخل البنكرياس نتيجة سبب معين، نتيجة فيروس، نتيجة الكحول، في مرض احنا بنسميه، في حالة مرضية بنسميها الأكيوت بنكرياتايتس، اللي هي مثلا بتكون سببها الكحول، فيروس مثلا، بصير انه هاي الانزيمز اكتيف هون، اكتف في المكان الخطأ يعني في منطقة البنكرياس. هلا شو بده يفرق على الانزيم؟ هو انه اذا عملت لي اكتيفيشن في هاي المنطقة راح يطلع عن هاي الانزيمز خصوصا انزيم اللايبيز على الدهون اللي هي محيطة بالبنكرياس، خصوصا هي على الاديبوز تيشو، هون في هون اديبوز تيشو. الاديبوز تيشو بتحتوي على الترايجليسرايدز، فبيجي اللايبيز اول ما بكسر الا الخلايا الممبرين فبتموت الخلية، فبصير أنا عندي النيكروسيس، خلص ماتت الخلية. لكن اللايبيز بكمل جوا، بكسر الترايجليسرايد، بحولها لفاتي أسيد عند جليسرول،
طبعا هون طبعا صار النكروسس تمام، بس هون تفسير المورفولوجي الشكل ليش بصير الشكل، لانه الفاتي اسيد تربط مع الكالسيوم من الدم بعمليه اللي هي السابونيفيكيشن اللي هي بتظهر بالشكل اللي احنا شفناه اللي هو الوايت اللي هو الشالكي وايت ابييرنس، الوايت ابييرنس لهم او اللي هم الوايت ارياز اللي احنا شفناهم على البنكرياس، هاي اللي هي مناطق اللي صار فيها نيكروسيس. طبعا تفسير الشكل يعني هي ليش، طب ما خلص لو صار نيكروسيس بالفات ما راح يظهر يعني خلص مات النيكروسيس، بس ليش بعديها صار تجمعات اللون الابيض؟ بنعرف ان الدهون بتميل للون الاصفر يعني على يعني على درجات من البياض، ما بتكون على شكل تكتلات هيك باللون، فليش احنا ممكن نشوف وسط البنكرياس هاي المناطق نتيجه هي النيكروسيس وترسب الكالسيوم فيها؟ بس طبعا هو الميكانيزم في هاي الآلية النيكروسيس او عن طريق الهايبريشن اوف لايبيز في هذا المرض، وتفسير الشكل هو نتيجة الديبوزيشن للكالسيوم. واضح؟ اي سؤال اي استفسار؟ وين الطلاب راح؟ طبعا type of necrosis هو الفات necrosis، the possible cause هو acute pancreatitis، the cause هو acute pancreatitis، الميكانيزم هو اللي هو lipase كسر الفاتي اسيد، الميكانيزم of this appearance. طلع السؤال بيحكي انه what is the mechanism of this appearance، شو سبب ظهور بهذا الشكل؟ هو فعليا انه lipase كسر الفاتي اسيد وارتباطها مع الكالسيوم هي اعطتها بهذا الشكل. Other examples اللي هم حكينا عنهم the trauma to the fats مثلا في الابدومين or breast. ايش عندنا بهاي الصورة؟ Gangrenous. اوكي gangrenous necrosis. شو حكينا عن gangrenous necrosis؟ حكينا في منه ايش اسمه wet gangrene وايش منه dry gangrene، وحكينا معلومة مهمة انه الجانجرين لا يمثل نوع يعني هو هنا ايش بالضبط حكينا فيه؟ والجت نيكروسيس كمان هي نوع من الكوجيليف من الكوجيليتيف. ايوه اللي بصير وين؟ للدراي نوكا اللور ليم، اللور ليم وبالجت. ايوه بالضبط هو ضل مصطلح يستخدم، الجانجرين هو مصطلح مين اللي يستخدم ميديكال تيرم ليؤشر على انه على وجود على الكوجليتيف نيكروسيس في اللور ليمب. تمام، في منه اللي هو الدراي جانجرين هو نفسه الكوجليتيف نيكروسيس، سببه طبعا اسكيميا بالفينجرز هون مثلا. المسمى الجانجرين في البدايه طبعا حكينا لكم انه كانت معنى كلمه جانجرين اللي هي التحلل، لانه القدم تشبه كانها متحلله زي قدم المومياء، بس بعدها طبعا كان عباره عن انه سبب له وكان ما هذا التسميه القديمه للجانجرين من ايام اللي هما الطب اليوناني القديم يعني، فظل التيرم وارد وموجود يعني. لكن طبعا بعد ما وصل الطب او العلم لهي النقطه صرنا عارفين انه هو السبب هون هو اسكيميا، وانه النوع هو كوجليتيف نيكروسيس، بس طبعا ظل التيرم موجود فيؤشر على الكوجليتيف نيكروسيس اوف ذا لور ليمب اللي هو الدراي جانجرين وسببه الاسكيميا. طبعا اللون الاسود زي ما حكينا لكم هو تفاعل الحديد مع السلفر، مع السلفر بيعطي هذا اللون. اوكي طبعا هاي المنطقه دراي اور ويت جانجرين؟ دراي. اوكي دراي جانجرين. هلا اذا صارت انفكتد هاي الاريا شو بتصير؟ بتصير ويت. ويت جانجرين شنو؟ ليكويفاكتيف. ليكويفاكتيف. طبعا اللي بتغدوا هلا واللي بكره في وقت المحاضره في صوره جايه مش منيحه حطوا الاكل على جنب، هي هيك بتصير او مش طبعا منطقه ثانيه هون. صوره يعني لا بدنا نشوفها يعني سوري على المنظر يعني، بس انه هاي المنطقه مثلا الرجل كلها فيها اسكيميا لكن تعرضت هاي المنطقه مثلا للانفكشن، طلعوا كيف وين التشو از بريزيرف، ما في اي تشو هون واصل البون فعليا، راح في المسلز والكونكتيف تشو وكل الارياز اللي في المنطقه. تفضل مين بده يسال؟ كان لا بحكي لك انه المنظر حلو عادي يعني. بالنسبه لك بجوز في ناس ما بتقاومش المنظر، فيعني
احنا في المستشفيات فعليا كنا نغير على الاصبع، هذا في عمليه قديمه شالوا لي شكلهم انه كان يعني، بس المستشفيات مجبر انك تغير وتنظف المنطقه وتعقمها مثلا اذا كانت شيء يعني قبل ما تنشال الرجل، حتى انه السميل او الريحه اللي بتكون موجوده منها برضو بسبب البكتيريا الانفكشن بتكون كثير قويه. طبعا بدها فتره بس المريض بيكون مطنشها يعني. ما بعد طبعا الويت بيجي بعد الدراي، هي بالبدايه بتكون دراي جانجرين بس بعدها فولود باي اللي هي السوبر امبوز. حكينا انه المنطقه عرضه للانفكشن لانه ما فيها دم واصل، وبالتالي الاميون سيل اللي لنا ساعتين نشرح فيهم هذول خلايا الانفلاماتوري سيلز ما بتوصل حتى تتخلص من البكتيريا، ما بتوصل لانه ما في دم اصلا يعني، او الدم تقريبا ضعيف كثير، فكميه الخلايا حتى الوايت بلاد سيلز بتوصل قليله، فالاميون سيستم هون ما بيوصل، فخلايا الانفلاماتوري سيلز والليكوسايتس والريكروتمنت اللي كنا نحكي فيه ما بتوصل الخلايا. فنوع النكروسيس هون اللي هو طبعا الويت جانجرين اللي هو نفسه الليكوفاكتف. البوسيبل كوز اوف انجري اللي هو الانفكشن كوز. دكتور هلا بس يجينا سؤال ايش نوع النكروسز، نكتب جانجريون ولا نكتب كوجوليتيف اذا كان دراي؟ لا هو مش راح دراي، مش راح يجيكوا هيك تنتين يعني، واكيد يعني بين لو ما ذكرت كلمه الجانجرين في الانواع حتحط الكوجوليتيف، بس انه لو كانت مش راح يكونوا موجودين يعني، شو لا مش تعجيز الشغله، احط لك دراي جانجرين واحط لك كوجوليتيف نكروسز، لا هي تنتين صح يعني، لا بنحط واحدة منهم أكيد، يا هاي أور يعني إنه the same، بس إنه مصطلح gangrene هو هيك هو يعني coagulative necrosis of the lower limb. لا بالضبط يعني إنه ما حيجي التنتين مع بعض، واحدة منهم يعني تنتين صحيحات. شوفوا لي هاي اللنج شو نوع النكروسيس هون؟ كاسيس نكروسيس. إيه لأنه ما ضلش إلا هو، طب وين الكاسيس اللي أنتم شايفينه؟ الأبيض. إذا علمتم أن لون الخلفية بلو مش أبيض، يعني حدا ما عادش يحكي إنه هاي خلفية هون، خلينا هاي المنطقة واضحة هون مثلا، هون طبعا هذا اللون الأسود، المنطقة الخضراء، لا هي المنطقة الخضراء اللون قديمة يعني خضراء أو زرقاء. تورز الزاوية باليمين، هاي الزاوية هاي اللي هي دي فيها، بس في إشي أكبر واضح اللي هو هاي سي، شايفين المنطقة اللي هي باللون الأبيض، هي منطقة الكاسيوس نيكروسيس اللي هي أيوة اللي هي بتكون حسب الديفينيشن. شو تعريف الكاسيوس نيكروسيس؟ هي area of cheese like area of necrosis، منطقة النيكروسيس يعني الشيك زيها زي التشيز أوكي، أو التشيز لايك أو الجبنة. طيب شو بنتوقع السبب هون المسبب؟ بصير ريز لليبيد والفنجس. اوكي هلا انتم صح يعني، هلا في شيء اسمه الميكانيزم والسبب. السبب اذا صح اللي حكيتوه انتم، بس السبب المسبب مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس او نوع من انواع الفنجس. ليش ظهرت بشكل تشيز؟ لانه بصير فينا ريليز للليبيد من الوايت بكتيريا. مزبوط صحيح، هاي الاجابات كلها صحيح، والله شاطرين. خلاص اللاب هذا بنحسب لكم اياه بدون كويز، يعني بتاخذوا علاماته بدون كويز الاسبوع الجاي فيه، بس للشعبه هاي لانهم بيجاوبوا صح يعني. الله يسعدك دكتور. ولا ان شاء الله كل لاب يعني، إذا اللابات هيك بتجاوبوا فيهم خلاص منيح، لأن أنا أعطيت لابات أسبوع عضلة البشري جننوني ولا حاجة عارفين يعني، شو اللي عارفين الكاسياس ولا إشي ولا من الأمور. أوكي هلا في حدا سألني عن مش شبه الجبنة إيش هي الجبنة، أنواع يعني إنه إذا مش شبه الجبنة اللي في بالنا أو اللي في بالك، في منها أنواع نعتبرها، حتى هي مش بس الشكل، حتى الملمس لها بيكون إيه برضو هو دهني يعني، لأنه بيحتوى كمية من الدهون عالية. فإنه إجابات منيحة. أوكي
طيب السبب كمان مرة المايكوبكتيريوم للي ما سمعش، احنا بنعيد طبعا هما اوكي للي بسمعش من المايكس، بس هو يعني عادي انه نشارك يعني نتفاعل، عدد اقل هون بس احنا بنعود بنعيد. هاي المنطقة هو نوع type of casius necrosis بهاي المنطقة اللي بالوسط تظهر باللون ابيض. طبعا مرات الكاسيوس نيكروسيس بيكون صعب، فممكن نحكي لكم والله هون اللنج تعرضت لتيوبركولوسيس، فلازم بدون ما نشوف شكل حتى نعرف انه النوع هو كاسيوس نيكروسيس. هلا لو اخذت انا عينه مثلا المنطقه، طبعا الكاسيوس نيكروسيس هون مبين كبير مثلا، بس في مناطق تكون صغيره بتنشافش بالعين. لو اخذت مثلا هاي العينه وفحصتها تحت الميكروسكوب من هاي المنطقه، كيف راح اشوفها تحت الميكروسكوب؟ في ستراكشر له اسم جرانيولوما. ممتاز، راح اشوفها تحت الميكروسكوب في ستراكشر اسمه جرانيولوما. جرانيولوما راح نشرحها في الانفلاميشن، هي منطقه بتكون تتكون من جزئين شرحناها بالمحاضره، فيها جزء بالوسط ايوه محاطه بانفلاماتوري اريا. نايس ممتاز. فهي بالمنطقه الوسط هي منطقه النيكروسيس محاطه بانفلاماتوري سيلز، فراح نتكلم في الانفلاميشن راح نحكي عن الانفلاماتوري سيلز اللي محيطه فيها. فنوع النيكروسيس كاسيوس، possible cause mycobacterium tuberculosis اللي بتسبب مرض السل أو بعض الفنجل infection. What is the microscopic features؟ microscopic micro اللي هي granuloma. فأي أنتم ماشيين منيح. طيب خلينا نكمل في الهيستوباثولوجي حتى نخلصكم على بكير يعني قبل الوقت أحسن. هلا الهيستوباثولوجي شوي يعني الهيستوباثولوجي شوي معقد. هلا ذاكرين حكينا فيه كثير شغلات هيستوباثولوجي. هلا مين يذكرنا؟ طبعا انتوا احنا نشرح بالمحاضره كنا دائما نقسم التوبكس نحكي هذول لتغييرات للالكترون مايكروسكوب، وفي كنا نحكي تشينجز على مستوى اللايت مايكروسكوب، وفي كنا شغلات تحكيها جروسلي. طبعا ان من بدايه المحاضره بتحكي جروس ابييرنس. هلا على مستوى اللايت مايكروسكوب في حاله الريفرسبل انجري شو بنشوف تحت اللايت مايكروسكوب؟ تو مين تشينجز حكيناهم، سويلينج صحيحة، وفي تغيير خاص بس بالخلايا اللي بتتعامل مع الليبيد شو هو اسمه؟ vacuoles. ايوه fat vacuoles او fatty degeneration او fat vacuoles. فطبعا احنا ممكن في بعض الاسئلة نعطيكم صورة زي هاي نسألكم ايش اللي انتم شايفينه هون؟ شايفين المناطق باللون غريبة هي باللون الأبيض. طبعا أسهل شغلات بالهيستوباثولوجي شوية صعب يعني لأنه يحتاج الواحد يكون عارف كثير شغلات نورمال، فإنه أسهل إشي عندنا في علم الهيستولوجي هو الأديبوز تيشو دائما باللون الأبيض مريح حاله مش مغلب الطلاب من مرة. فشايفين المناطق هاي، طبعا هاي مناطق ما لازم تكون موجودة اللي هي باللون الأبيض، هاي السيركلز أو الدوائر اللي هي باللون الأبيض اللي أنا بأشر عليها، هاي عبارة عن تجمعات من الفات نتيجة تعرض خلايا. أي خلايا بتكون أكثر إشي موجودة هاي؟ لسبب من مسببات الإنجري. أيوة، وأكثر إشي بالليفر، يعني على الخلايا اللي بتتعامل مع الليبيد. لما تعرضت لإنجري أثرت على الليبيد ميتابوليزم، فالليبيد تجمع في شكل أو على شكل هاي الفاكيول في داخل الليبيد. هلا فعليا هاي هي ريفيرسبل أو إيريفيرسبل؟ هون السؤال بيجيكو هيك، انا ممكن اعطيكم الصوره هاي اسالكم ريفرسبل بالضبط. سهله كثير يا جماعه، سهله كثير. الاديبوز تشي دائما لون ابيض، لون ابيض، اديبوز فات دائما تضرب باللون الابيض، فهي هي ريفرسبل تشينجز بنسميها الفات. لو سالتكم طبعا شو اسمها بصوره ثانيه بتحكوا لي فات فاكيولز او فات ديجنريشن. طيب لو سالنا سؤال ثاني في سؤال حاطين الصوره هاي بنسال وين هاي بتصير، بكم وعندكم خيارات. طبعا مش راح احط الثلاث خيارات كل واحده لحال، يعني راح نكون مثلا حاطين ليفر برين شغلات، فبتختاروا الليفر مثلا لو في الهيباتوسايتس الليفر وغيره من خلايا الاشياء يعني. طيب نشوف صورة هيستولوجي ثاني. طيب اذا صار نيكروسيس شو بنشوف تحت اللايت مايكروسكوب؟ راح نشوف الميتوكوندريا فيها فاكيولز. مايكروسكوب بنشوف شيء صح يعني تحكي فيه انا، بس انا مايكروسكوب ما بجيبش ميتوكوندريا، لايت مايكروسكوب عادي بتاعت المختبرات البيولوجي والصغار هذول. سويلينج لا انا اذا صار نيكروسيس ريفرسبل، نيكروسيس ماتت الخليه
حكينا كلمة وفي لها علاقة بالصبغة وبزيد لون إشي، شو سميناها؟ الأرجنسيليا أسيدو أسيدوفيليا أسيدوفيليا أيوة بتزيد اللي هي الأسيدوفيليا، أو الاسم الثاني لإلها إيش؟ إيوزينو إيوزينوفيليا إيوزينوفيليا. طبعاً إحنا أكثر صبغة بنستخدمها في في التحضير للهيستولوجي هي صبغة اللي هي H and E، اختصروها دائماً على اللي هي H and E اللي هي هيماتوكسيلين and إيوزين. طبعاً إحنا لو حكينا لكم مرة سؤال، لو أخذتوا أي عينة وفحصناها تحت المجهر بدون ما نصبغها ما راح نشوف فيها إشي، فإحنا دائماً بنستخدم صبغة اسمها الـ H، ثواني أوكي، نستخدم صبغة اسمها الـ H and E، صبغة H and E هيك باختصروها. طبعاً الـ H هي اختصار للهيموتوكسيلين، ولما والـ E اختصار لمادة الإيوزين. الإيوزين هي اللي بتعطي اللون البينك للصبغة، والـ H هي اللي بتعطي اللون البلو. طبعا في مناطق في الخلايا وفي النسيج تصبغ بالاتش ومناطق تصبغ بالاي تبعا لمكوناتها. نحكي دائما بشكل عام انه البروتين والسيتوبلازم في الخلايا بتاخذ اللون البينك الايوزين، والنيوكليوس والدي ان اي دائما باخذ الهيموتوكسيلين. هذا بشكل عام. هلا في من ليش طبعا احنا مقدمه، هلا من اهم علامات النيكروسيس هي الايوزينوفيليا، increased in the pink uptake للصبغه. مناطق يعني لو سألنا سؤال وين مناطق النيكروسيس، طبعا أنا كبست كبسة بالغلط وطلعن، بس وين المناطق اللي هي بتلاحظوا فيها زايدة باللون البينك؟ أوكي ده مش فاهم شو المقصود، طلع شوف المناطق اللي هلا تطلع محددة باللون الأزرق. هلا لو سألنا سؤال يعني هل واضح للجميع، هل واضح للجميع إنه هاي المنطقة اللي هي A والمنطقة B مين اكثر، مين مور بينك بالالوان؟ يعني هون اللي عنده مشكله في الالوان ما يراجعنا يعني. اي طبعا اوكي، وخصوصا طبعا الفيميل اشطر بالالوان، يعني انه اما وقت الهيستولوجي بطلني ميزن البنك الفاتح من البنك الغامق ودرجات البنك، اما وقت الهيستولوجي بطلني يعرف. يعني احنا بنلومش اذا الشباب مش إشكال يعني لما عندهم أربع ألوان بس نعرفش غيرهم، مش إشكال يعني لو ما ميزناش، بس واضحة للجميع إنه والله A lighter in pink يعني البينك أفتح اللي فيها، و B البينك أغمق، واضحة هاي. أوكي هاي عملية زيادة اللون، زيادة الصبغة إحنا بنسميها increased eosinophilia أو الأسيدوفيليا، لأنه منطقة B أخذت الإيوزين بشكل كبير. فالسؤال الثاني لو جبت لكم هاي الصورة هيك نفسها وسألتكم وين الاريا اوف نيكروسيس، A or B؟ B. طيب يعني ببساطة فحتكون الجواب هو B، هي المنطقة اللي صار فيها نيكروسيس. طبعا عندنا تفسيرنا في السلايد ليش بتزيد اليوزينوفيليا، لازم ترجعوا تقرأوه انتم، فسرنا لكم ليش بتزيد الصبغة بسبب البروتين دي ناتشوريشن، ويومها سألنا لكم واللوس اوف البلو كولرز موجودين بالسلايد عندكم، شرحناهم في التسجيل. طيب نقرب اكثر، هاي طبعا ماخوذه من الهارت، هاي المنطقه صار فيها نيكروسيس. طيب لو جينا نشوف نورمال هارت هلا طبعا التغيير الثاني اللي بيصير ايش هو في النيكروسيس؟ ايوه بالنيوكلياس. شو بصير في النيوكلياس؟ ثلاث مراحل، كاريو هيكسس وكاريو لايسس وبنيوكليوس. أيوة. بيكنوسيس. طبعا البيكنوسيس هو الشرينكج، عشان اذكركم فيهم الكاريو لايس الكاريو هيكسس فريجمنتيشن فريجمنتيشن واخر شيء طبعا ديسابير. طبعا في السؤال بنوضح لكم انه العينه من وين ماخوذه. لو حكينا لكم انه هاني هارت نورمال، انا بدي افرجيكم الطبيعي حتى نشوف الغير طبيعي. طلعوا خلايا القلب اول شيء، خلايا القلب نفس العينه انا اخذت طبعا انا بحضرهم من الفيرتشوال مايكروسكوب، وانا يعني باخذ المقطع من بدي من المنطقه. فلو شفنا هاي، لا لازم استخدم لون اسود احسن. خلايا المسل في الهارت هي واحدة مثلا فيها نيوكلياس، شايفين النيوكلياس هي في النص، فينا كمان خلية هون نقدر نحط على الحدود لإلها
هاي فيها نيوكليوس، يعني هاي الخلية ما صار فيها نيكروسيس. أي خلية بتشوفوا فيها نيوكليوس ما بيكون فيها نيكروسيس. طبعا مش شرط نشوف كل خلايا فيها نيكروسيس، بس هلا على أساس نقارن أعطيكم صورة هلا من نفس الإشي لخلايا ما فيها أي نيكروسيس، ما فيها أي نيوكليوس، فطلعوا كل الخلايا فيها نيوكليوس هون، نيوكليوس 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 نيوكليوس، كلها خلايا اللي هم طبعا كاردياك مسل. هاي الكاردياك مسل تمتاز بأن عندها سنترال لارج نيوكليوس، هاي يعتبروها لارج نيوكليوس بالهيستولوجي. فكل الخلايا فيها نيوكليوس طبعا، فهاي في سكشن نورمال. هلا انا لو اخذت من منطقه صار فيها نيكروسيس، خلينا نقارن، طلع نفس يعني هاي نفس السلايد، نزلت لتحت شويه فيها على منطقه صاير فيها نيكروسيس، طلع على خلايا المصل اول شيء، قبل طلع على الخلايا المصل شو صار فيها، حدا يطلع لي نيوكليوس ومنع فيه من الكويزر طبعا، اذا مش شطاره طلع نيوكليوس. حدا شايف نيوكليوس مثلا؟ بدي اجي ارسم لكم هلا على خلايا، طلع الخليه هاي كارديك مصل سيلز، ولا اي نيوكلياس موجوده في داخل الخلايا اللي موجوده عندنا. شو صار في النيوكلياس؟ كيريو لايسس، اختفت. فهاي هي اللي احنا بنسميها الكيريو لايسس. طلعوا شغله تشو از بريزيرفد، معنى مش طبعا هون تعرض الهارت لاسكيميا، شو بده يصير عندنا؟ كوجليتيف نيكروسيس. هاي معنى شو كلمه هاي؟ ليش انه تشو از بريزيرفد؟ احنا ليش بنشوفه الشكل محفوظ؟ لانه الخلايا موجوده، خلايا موجوده ستراكشرالي، بس طبعا هي ديد سيل ما بتسوي ولا اي وظيفه، يعني خلايا ميته زي كانها محنطه. فالسؤالنا اللي بعده، اول شيء خلينا نقارن بس اللون للي مش مصدق مساله اليوزينوفيليا، طلعوا عرضوا لكم السلايدين ورا بعض، شوفوا اللون، شوفوا اللون كيف. شوفوا اللون كيف تغير، شكله راح النت او الصوت، ثواني. اوكي مسموع الصوت؟ مسموع. طلع قارنوا بس اللون. مثلا طلع من الجوال. هلا قارنوا اللون بس، شايفين اللون؟ لاحظين فرق اللون ما بين منطقه طبيعيه؟ بالضبط، فاهم منطقه نيكروسيس. كان في سؤال عندي وسالوا حدا على الشات، خلينا نشوف شو هاي. طيب انت دكتور بتحكي فيش نيوكليوس، طب شو هدول الخلايا؟ طلع في خلايا هون مليانه، هاي الانفلاماتوري سيل. ايوه شاطره، هاي هي الانفلاماتوري سيلز اللي هي اجت جايه، طبعا جايه هون كريسبونس، حتى تحكوش ان احنا بنضحك عليكم. حكينا بالانفلاماتوري، من محفزات الانفلاماتوري شو هي؟ النيكروسيس. فهون صار تشو نيكروسيس، وطلعوا كم خلايا اللي صارت لها ريكروتمنت للمنطقه. كل هاي خلايا الوايت بلاد سيلز جايه تتخلص طبعا من الديد سيلز. فكل الخلايا اللي انتم شايفينها واللي سالوا عنها بالشات هاي، ما بين الخلايا هاي، ما بين خلايا المسلز اللي باللون البينك، هاي خلايا الوايت بلاد سيلز النيوتروفيلز. هي فيها نيوتروفيلز وماكروفيجز وانواع مختلفه من الخلايا موجوده كلها في هاي المناطق، كلها هاي انفلاماتوري انفلتريت. طلعوا كميتها كم كبيره يعني. فهي هي مناطق اللي هي الانفلاميشن، مش انه الخلايا الهارت فيها نيوكلياس، فولا خليه فيها هون نيوكلياس. فهي هي السكند امبورتنت فيتشرز اللي موجوده عندنا في الهارت. طيب شو ضل عندنا؟ طبعا هاي الصوره مش كثير واضحه، مش كثير حلوه يعني، بس ايش هي هاي؟ حد عنده توقع؟ يعني الصوره اللي عرضناها بالسلايدز لها كانت احسن كثير من هاي. جرانيولوما. ايوه جرانيولوما، هاي هي منطقه الجرانيولوما. طبعا في صور احسن كثير. الجرانيولوما فيها جزئين، جزء بالوسط اللي هو منطقه النيكروسيس، ايوه كروسيس،
وفي على الطرف بوردرز خلايا متجمعة حواليها. البوردرز بيكون بشكل أوضح من هيك بصراحة، اللي هي الانفلاماتوري سيلز. رح نتعرف على مكوناتها في الانفلاميشن. هاي هي كلها الستركتشر بنسميه الجرانيولوما. بتتكون من كاسياس نيكروسيس زائد انفلاماتوري سيلز. رح نتعرف على الانفلاماتوري سيلز بالتفصيل وانواعها واشكالها، في اكثر من نوع انفلاماتوري سيلز. فهي هي الكاسياس نيكروسيس، بتكون بشكل اوضح ان شاء الله ندرسها في الانفلاميشن. هاي بتكون اللي هي الكوز لها. لو سالنا مثلا سؤال شو الكوز هون، مايكوباكتيريوم تيبركولوزس. مايكوباكتيريوم او الهيستولازم. فهي الجرانيولوم من اللنج. طبعا هاي صوره يعني هون اطلع عليها شوي صعب شوي. اول اشي ايش شايفين هون؟ يعني هاي بجوز ما نسالش عنها يعني لانه كثير شويه معقده. هلا الاديبوز تيشو هيو سهل، اسهل اشي حكيت لكم قبل هالمره انه نعرف الاديبوز تيشو. هاي اديبوز تيشو طبيعي نورمال. طيب وين منطقة الاب نورمال او وين منطقة اللي صار فيها فات نيكروسيس؟ اذا هاي نورمال شايفين هاي المنطقة انا بشرحها هون، هاي ايش فيها ابيض؟ هاي هي منطقة الفات نيكروسيس. هاي طبعا مأخوذة، هاي عينة مأخوذة من النقطة البيضاء اللي احنا شفناها. شفتوا الصورة الجروس بالعين من البنكرياس؟ لو اخذناها وفحصناها تحت الميكروسكوب وصبغناها بالـ H&E هيك ظهر شكلها. طبعا هاي الطبيعي، هاي مش طبيعي كيف. فنطلع على كم نقرب الصورة أكثر ونقارن. شوفوا الخلايا الأديبوز تيشو، خلايا خلية الأديبوز تيشو كثير سهلة، يعني من أسهل أنواع الخلايا. هاي خلية الأديبوز تيشو، طلعوا هاي طبيعية، واحدة طبيعية تكون لارج وفيها وايت دروبلتس كبيرة. طبعا اللي كنا نشوفها هذيك بالليفر، هي مش موجود، مش مفروض تكون بالليفر يعني بهذا الحجم. هي مش خليه هذيك فاكيولز، بس طبعا خليه الاديبوز تيشو هي خليه فيها لارج ليبيد فاكيولز مخزنه فيها الترايجليسرايد. هون الترايجليسرايد مخزنات هون باللون الابيض. هلا اذا صار نيكروسيس مثلا، طلعوا الخليه كيف بتصير شكلها. طبعا هذا الوصف بسموه كلاود ابييرنس، كلاودي ابييرنس زي شكل الغيوم، او سموك لايك ابييرنس زي شكل الدخان. ديسكريبشن مجرد لمنطقة النيكروسيس، هي شكلها زي شكل الغيوم. طلع الخلية كيف ما كانت بعد النيكروسيس، كيف صار شكلها. اوكي هلا اذا ذاكرين حكينا شغلة، الكالسيوم لما بصير له ديبوزيشن، مش الكالسيوم لازم بصير له ديبوزيشن هون؟ حدا يعني حدا يعطينا المعلومه اللي بسالها انا. الكالسيوم كيف بينصبغ؟ باي لون؟ بيزوفيل؟ لا في الاتش اند اي شو بياخذ؟ الاي ولا الاتش بده ياخذ؟ حكيتها بمحاضره ما، وحكيتها في اخر محاضره كمان، بنحكيها المحاضره الجايه كمان في اللاب. يعني تذكروا انه الكالسيوم بياخذ اللي هي اللي هي الهيموتوكسيلين اللي هو البيزوفيل. فبيظهر عاده باللون الازرق. شايفين اللون؟ شايفين هذا اللون؟ طبعا هو انه مش ازرق ازرق، يعني ازرق ودرجاته ممكن يكون بنفسجي. هو دائما لون الماده هي لونها لونها ازرق، بس هي فعليا بتظهر بدرجات الازرق. شايفين انه في زي الخليه فيها زي لون ازرق هون؟ قارنوها دائما مع هاي، طلعوا في شيء شيء هاي. هاي مثلا شوفوا هاي كيف لونها ازرق. هذا اللون اللي ماخذيته الخليه بسبب الكالسيوم ديبوزيشن فيها، اللي هو بيعطيها اللون البيزوفيليك اللي هو لون الهيماتوكسيلين اللي هو اللون الازرق ودرجاته. واضحة؟ آخر إشي هاي بنحكيها بالهيستوباثولوجي. حدا عنده أي سؤال على الهيستوباثولوجي؟ اللي عرضناه هو المطلوب منكم. وأنا صراحة يعني الجروس أبيرانس إنه شرحناه قبل هالمرة. هلا بس ذكروني أنتم الأسبوع الجاي ما إلكم كويز في هاي المادة الشعبة هاي. بدل ما اروح اعمل لكم كويز وان. طيب هلا الكلينيكال سيناريوز، في شيء احنا بنسميه كلينيكال كيسز، او يعني مش كثير منكم هذا
إشي مطلوب منكم يعني، بدنا نعرض مثال لا توصيل فكرة معينة. إنه الكيس كالتالي، لما نقرأ كيس بهذا الشكل نطلع بالكيس. الكيس سيناريوز دائما أنا بدي أقرأها حتى نتعود عليهم. عمركم قرأتوا كيس سيناريوز ولا لما عمرش مر عليكم كيس سيناريوز؟ حالة مرضية يعني. بلا مر علينا بالفسيولوجي مع دكتور عامر. لا وكثير مر علينا كمان باللبات. مر باللبات علينا. يعني عارفينهم، يعني عارفين لألهم. أنا إحنا نبلش نتعود هيك شوي عليهم. طبعا أسئلة الكيس هي بتكون أول ما نطلع عليها بتكون بتخوف بهالشكل. الكيس دائما بيكون عليها بالأخير، الكيس دائما بصراحة المعلومة دائما أو السؤال المطلوب أو الفكرة المطلوبة منها دائما بنقرأ بالعادة دائما نهاية الكيس، يعني آخر الكيس حتى تعرف شو المطلوب، بعدها بتصير تفتش على الأشياء المطلوبة. هلا الكيس أنا بدي أقرأها هون. A 77 year old man. دائما كل الكيسز بتبدأ بالعمر والجندر. دائما في البداية في عنا الايج، في عنا الجندر، في عنا الجندر. كل معظم الكيسز تبدأ بالعمر. طبعا العمر اشي مهم حتى نعرف والله يعني انه نعرف انه ريسك فاكتور او لا مثلا هيك امراض. هلا حاطينا with hypertension type 2 diabetes mellitus and atrial fibrillation. حاط انه عنا ثلاث امراض عنده، اثنين ثلاث. هاي بسموها الـ past medical history أو تاريخ المرض إلى المريض. هاي بتنذكر بعد عادة في أول سطر إنه شو عند المريض أمراض سابقة. hypertension ضغط، type 2 diabetes mellitus سكري النوع الثاني، and atrial fibrillation هو عبارة عن مرض الرعشة الأذينية، نوع من أنواع الأرثمياز. أخذت الأرثمياز مع الدكتور عامر العام، هي بصير في خلل في انقباض البطين اللي هو البطين الأيسر اللي هو إحنا بنسميه atrial fibrillation. كان عنده هذا المرض بغض النظر، هيك الكيس بتذكره. هلا اهم معلومه في الكيس ما اللي هي اللي بتيجي هون، سبب زيارته للدكتور او سبب زيارته للمستشفى اللي احنا بنسميها تشيف كومبلين. از ادميتد تو ذا هوسبيتال، ادخل الى المستشفى ديو تو ديزنيا. ديزنيا معناته ضيق بالنفس. بلش تعلم الاعراض يعني، الواحد ممكن تاخذوه اكثر في الباطنه في السنه الجايه، بتاخذوا شهر بتعرفوا على هاي السيمتومز. And substernal chest pain، وطبعا تحت العظمة السترنم بشعر بوجع بالصدر. هاي احنا بنسميهم اللي هم الشيف، الشيف الرئيسي يعني كومبلين. هاي سي اللي هم الشكوى الرئيسية للمريض، the chief complaint، chief complaint of the، يعني الموضوع الأساسي اللي أجي يشكي منه المريض. جاينا يشكي من ضيق بالنفس واللي هي وجع في الشيست او وجع بالصدر. قال لك يا دكتور انت طلبت له فحوصات، اول فحص طلبت له اياه شيء اسمه الاي سي جي، بتعرفوا الاي سي جي الايكوكارديوغرام، تخطيط القلب، اخذته في مختبر الفسيو مع الدكتور احمد العام اعطاكم اياه، اللي هم طبعا with changes consistent with myocardial infarction. طبعا التغيرات اللي كانت بالاي سي جي شخص، طبعا هي التشخيص الكيس شخصت لك اياه. طبعا بعد ما عملنا الاي سي جي طلعنا بالدياجنوسيس طبعا، وطلبت له فحص تروبونين اي بالدم وكان مرتفع، فكان التشخيص انا عندي المايكارديال. هلا الكيسز مشخصه هون، بس طبعا شو بيجي السؤال بعديها هون حسب انت وشو بدك تحط اسئله. فمثلا انا لو سالتكم هيك سؤال بعديها، وات از ذا تايب اوف نيكروسيس لحد هاي النقطه؟ كوجريتيف. طالب سنة رابعة أو خامسة في الطب بنسأله شو أول خط، شو الدواء اللي بدك تعطيه للمريض. طالب سنة مثلا طالب معين بنجيب له صورة الإي سي جي ونحكي له وين التشينجز أو شو التشينجز اللي شايفها بدون تشخيص. فالسيناريوز بتضلها ثابتة تقريبا، الأسئلة اللي بتختلف عليها. أوكي، فمن من حد كلمة مايوكارديال انفاركشن لو سألنا عن نوع النكروسيس لازم نكون عارفينه. هلا في حاجة هون طلبها الدكتور له، طلب فحص دم لمستوى التروبونين في الدم، وطلع شو مستوى التروبونين elevated. فطبعا التروبونين ساعد في التشخيص. ايش هو التروبونين هاي واللي هو الهدف الاساسي من الكيس هون؟ ذاكرين بسلايد حكينا ايش عن الشغلات اللي بتساعدنا في التشخيص؟ سيرم تروبونين. وين سمعتوا في كلمه تروبونين وميوزين؟
بالعضلات. طيب بالعضلات. ما هي إيش الخلية اللي ماتت هون؟ خلية عضلات القلب. هلا الكاردياك، الكاردياك مسل سيلز. الفكرة، الفكرة اللي بأشرح لكم إياها هون كتطبيق على استخدام السيل ديث في عملية التشخيص. فهمنا للسيل إنجري. بعض الخلايا تحتوي على سبيسيفيك ماتيريال، مواد خاصة، مثلا زي التروبونين اي موجود فقط يعني او خاص بخلايا اللي هي الكاردياك سيل، كاردياك مسل. هو بروتين الكونتراكشن فيها، تروبونين المايوزين للكونتراكشن في الخلية. هلا في حال انه الخلية تعرضت للسيل ديث راح تتكسر الخلية بهذا الشكل. هون الديث صار فيها، والتروبونين راح يطلع على الدم. تروبونين اي راح يطلع على الدم هون. هلا انا اذا حسبت مستوى وكان مرتفع شو بعني؟ انه صار في عندي انا ديد خلايا القلب ماتت، وهيك بساعدني على التشخيص. فانا صرت استفيد من هاي الماتيريال. اذا عرفت انا والله اورجان اكس فيه ماده سبيسيفيك خاصه فيه، اذا انا تمكنت من اني احسبها في الدم بقدر اعرف انه صار دمج في هذا الاورجان او لا. ففي عندنا هاي احنا بنسميها ذا بايو ماركرز. بايو ماركرز اذا كانت ماده خاصه بالاورجان، ومثلا هون تروبونين اي شو ليش ارتفع؟ لانه تكسرت خلايا المسلز. فانت كدكتور او انتم حتى يعني كاطباء يعني انتم ممكن حتى في كثير يعني شغلات حتى انستيزيا في الانستيزيا انه ممكن انه ما بتقدر تخدروا مريض عنده مثلا ام اي. يعني انا بعرف قصه حدا عند لخال الي كان يتعالج عند طبيب اسنان، وهو كان عنده كان يشكي من وجع بالهارت نتيجه انه عنده مايكاردال انفاركشن. له كان له اسبوع بس طبعا الوجع واصل لحد الفك، فكان انه الطبيب يعالج فيه لمشاكل الاسنان. هو فعليا طلع انه الوجع اللي عنده في الجو هو نتيجه المايكاردال انفاركشن مش نتيجه الانفلاميشن نفسه. فكان يعني انه الدكتور يعني كان شاطر يعني انه فطلب له التروبونين اي فكان عنده مرتفع فحوله قسطره ما عالجش اسنانه يعني. فانه ممكن يعني بعض انه هاي انه التروبونين اي، فالتروبونين اي بدنا نكون عارفين الستوري له او القصه له منين بيطلع. يعني هو بيطلع من الكارديك مسل، فانا بستخدمه كطبيب ساعدني في تشخيص المايكاردال انفاركشن. فهي الفكره. لا في كثير غيره بايو ماركر، في كثير حكينا امثله عنهم زي ايش مثلا الكلاين فوسفاتيز في الليفر. ايوه الليفر في كثير بايو ماركر انه اذا ارتفع الكلاين فوسفاتيز وفي شيء اسمه الاي اس تي والاي ال تي بالليفر برضه ممكن انها تؤدي لانه ترتفع في الدم. واذا حسبتها انا كطبيب افهم واساعدني هذا الشيء بالتشخيص. فهي احنا بنسميها البايو ماركر. مثال عليها التروبونين والموجود عندكم بالسلايدز، وهلا حنشوف كمان مثال عنها. طيب اخر كيس عندنا لازم نشوفها اليوم نقرأ فيها. كيس بسيطة. 28-year-old obese woman، العمر والجندر، has no history of alcohol or smoking. خلص شكله فيش عندها ولا أمراض ولا بتدخن ولا الكحول. Presents. هاي النقطة المهمة. إيش جاب المريض عنا؟ إيش جاب المريض دائما؟ Severe epigastric pain. وجع في منطقة الإبيجاستريك. منطقة الإبيجاستريك هي منطقة تحت منطقة الإبيجاستريوم، هي منطقة تحت الريبس، آخر ريبس عندنا في الشيست. هاي نسميها منطقة الإبيجاستريك عند المعدة يعني. البين radiating to the back. الوجع برضو في الأبدومين وبيرجع على الظهر، يعني بحس بالوجع عنه في الظهر عنده. أوكي. هاي الشكوى المرضية الأساسية. طبيب أنت أو كدكتور أو كشخص معين طلبت فحوصات كانت في ارتفاع عنده في الأمايليز and لايبيز. فهي البايو ماركر لايش بتاشر لاي مرض؟ نكروسيس. نكروسيس. هذا نوع النكروسيس بس. اوكي احنا بنسالكم شو نوع النكروسيس صح، بس انه شو الديزيز؟ اكيوت بانكرياتايتس. انت اذا بفحصين بسيطات زي هيك بطلبهم اذا مرتفعين بالدم خلص بيكون انه بتشخصوا بانكرياتايتس. فهي اللي بصير نفس المبدا، تروبونين ارتفع ولا اللايبيز ارتفع في الدم لانه اجى من البنكرياس. طبعا طلبت برضو انت فحص الكالسيوم، شو كان الكالسيوم؟ واطي وين راح الكالسيوم؟ تفاعل مع الفاتي اسيد. بالضبط الكالسيوم موجود في الدم. طبعا احنا دائما الدم فيه الكالسيوم بنسبه بمستوى معين، وكل الاملاح موجوده اذا نقصت بتصير فيها خلل. لكن احنا لما طلبنا فحص الكالسيوم في الدم طلع مستوى الكالسيوم عند المريض قليل. وين راح الكالسيوم؟ صار له ديبوزيشن في مناطق النكروسيس.
فنتيجة هذا الشيء إنه decrease في الكالسيوم سببه إنه الكالسيوم deposition. فمثلا سألناكم شو نوع النكروسس، بدكم تحكوا لنا فات نكروسس شو السبب، والله الأكيوت بانكرياتايتس. لو سألنا الأبيرنس، لو أخذنا، لو حكينا لكم إنه أخذنا البنكرياس لإله كيف راح نشوف شالكي وايت أبيرنس نوديولز على البنكرياس، شو سبب الأبيرنس هذا اللي هو deposition of calcium وعملت السابونيفيكيشن، كلها يعني طرق بتأدي لبعضها البعض يعني بالآخر. أوكي، حدا عنده أي سؤال أي استفسار؟ طبعاً ضل 2 cases بس ما بدنا نعطيكم إياهم اللي هم عن case لتيتين، اقرأوهم أنتم فيعطيكم ألف عافية. إذا حدا عنده أي سؤال أي استفسار شوي، لا قبل ما تطلعوا أخذ الحضور الغياب سريعاً. النايم صحو وبدأ أشوف اللي جايين إضافة وتعويض، خلنا حل مشكلتهم اليوم مبدئيا. امتحان الباث توضيح في صور امتحان الباث والميد، لا صور اللاب إذا كان، إذا كان في امتحان الكويز بيكون في صور بس إن الصور يعني ما كنا مرات نشرحهم بالمحاضرة لنساعد إنه نفهم. لاب 22 أنتم دكتور حتنزل لنا السلايدات بس إنه أنا مرات ما فضاش أو بنشغل، فقبل ما أروح من الجامعة بحاول أرفعها. دكتور كمان الكتاب تنساش لو سمحت. الكتاب نسيته، يلا نزلوه على الجروب اليوم تاسع ولا العاشر؟ لا ما نزلوا الكتاب، حكوا نزلوا أسئلة للكتاب بجيب منهم الدكتور الثاني للشعب الثاني مش الكتاب. كتاب روبن الكيسز. بعثت للطلاب. طيب انت شعبة 22 اوكي هدي الموجوده اللي يبدي يعني الاسم او ال شوي اوكي هذه الملحم موجودة ثواني اوكي عمر عمار موجود اوكي شيرين جعبة موجودة اوكي ياسمين جوابرة موجودة شهد عابد او شهد عابد او شهد عابد موجودة اوكي آية مش عارف اقرا اسم العيلة بونيني موجودة اوكي حبيبة عوض موجودة عواد يا دكتور عواد سامحينا اوكي اسراء بكر موجوده اسراء اوكي اللي خلص اللي اخذته بيقدر يغادر يعني دانا ابو بكر ريما ابو زهره ولاء سلامه موجوده دكتور اوكي ربا ابو سليم موجودة ربا في اسم مش عارف اقراه تبارك او دوابش او ابو دوابش. شو الاسم تبارك دوابش تبارك دوابش اوكي موجودة بيان حمامرة موجودة اوكي جنان موجودة
إيه موجودة لأن ياسمين أو طبيخ موجودة. موجودة. نفسي اسمين عملنا عنهم سكيب. أوكي اللي هما شروق. شروق حسن موجودة. موجودة موجودة. أوكي في اسم رؤى. رؤى عبد الجواد أو. موجودة دكتور. أوكي الاسم صح يعني قرأته. بسان غنم توقع موجودة. منار موجودة. دكتور بس سجلتني. شو اسمك؟ ياسمين. حتى الآن الأسماء الكل طلعت حضور يعني. سجلت. منار موجودة طلعت. ما فيش غياب يعني حتى الآن. ميرنا موجودة. ميرنا موجودة. سارة بدر موجودة. موجودة. عبد الله موسى موجود. موجود دكتور موجود. اوكي طيب عبيدة. دكتور قطع عنده الكهرباء عبيدة لما كده شفت في المحاضرة. اوكي بنشوف. مين الاسم ها؟ صراحة في اسم مش عارف اقرأه. ام اي دبليو مودة. يعني قرأته صح مودة. موجودة. اوكي شهد عواد ولا عواد؟ اوكي عواد. ربا موجودة. عرين عرقات موجودة. وميسة رمضان موجودة. موجودة ميسة. اوكي يعطيكم العافية. هاي الأسماء اللي موجودة في الشعبة. دكتور أنا ما ناديتني. نسيبة. نسيبة مسجلة بهاي الشعبة؟ يس. ما في اسمك مش موجود. كيف مش موجود؟ نسيبة تلاحمة ماني حاطك حضور يلا بدون ما أنام. خلاص أيوة لا موجود صح. بس أنا حاطة حضور يعني إنه ما فيش حدا ما طلعش اسمه إلا عبيدة. هلا مين حدا ثاني تعويض؟ أنا أشوف شو قصة التعويض. يعطيه العافية يعطيكم العافية اللي خلصوا. بس إني أجاي تعويض أنا بدي أشوف شو بيعمل لهم يعني كيف ممكن أعمل لهم. كم حدا جاي تعويض؟ أو مين اللي جاي تعويض يعني؟ أنا بس أسبوع شوي. أنا واحد اثنين. محمد ديرية. ما فيش ولا محمد في الشارع. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم ألف عافية. كان عندي ظروف امبارح وما قدرتش أحضر مع دكتور معاوية. طيب شو الاسم؟ محمد ديرية اسمك مش موجود. ما في في ال 22 فيش محمد ديرية. تأكد من وين أنت شعب. هلا أنا بدي أبلغ الدكتور معاوية بس برضو أنت لازم تبلغي. أهم إشي هلا مين اللي حضر. أنا على أساس أسجل أسمائهم. لو سألني معاوية إنه لو بس أنتوا لازم تبلغوا بس إنه أسجل إنه عوض معي. شو اسمك؟ شو اسمك؟ الأسم بعثوا بس إنه سجل اسم للدكتور. طيب ما بسجل أسمائهم لأنه لو سألني أحكي له هي كانوا موجودين. إيش الأسماء؟ بعثوا لي الأسماء يلا عاد واحد واحد. أنهار مصطفى. أنهار. وليليان دلول. مصطفى. ليليان. ليليان دلول. دلول جاهز. غيرهم التنتين. أي يوم سجلت محمد؟ أنا هلا نزلت الكشف. أنا لما خلصت كان نزلت الكشف من الإيكلاس من البورتال. محمد أتأكد محمد. أنا كل الأسماء اللي عندي أخذتهم حضور. شوي أشوف إذا أنا ما يخذك حضور. الله يا محمد اسمك مش موجود.
طبعا انا بضيف بدي احط اسمك يعني هون مبدئيا يعني حتى ما نختلف شروع عليك الحضور. ها محمد ديري بس انه تتاكد لي وين انت مسجل او ممكن يعني القائمه هي يعني انا بحكي لك من ثواني يعني نزل مش مثبت بجوز انت انا السؤال وين راح محمد يا صديقي انا ما عندي اسمك شوف تاكد لي من الشغله انت تاكد من هاي انا اخذتك حضور هاي سجلتك مع اللي حاضرين هون يعني من الاسماء الاضافيه هلا بغض النظر اذا ما طلعش تسجيلك هون او كان في مشكله بغض النظر انا اخذت الحضور لك يعني يعني هي انا القائمه فيها 30 واحد ما اسمك مش معي يعني اذا انت شفت اسمك في شعبه ثانيه يعني او حاجه يعني انت بدك تطلع فيه يعني راح يكون اذا تشوف الشعبه اللي بعديها شوي اذا اسمك موجود فيها بس انا خلص اخذتك حضور يعني اذا حدا يعني مشكله دكتور انه اي بيقول لك انا موجود معي يعني انت حاضر معي لاب فبنعطيك حضور انا الشعبه الثانيه اي اسمك مش موجود فيها كمان الشعبه الثانيه اللي معي يعني ففتش شوف اسمك في اي قائمه مثبت مش مثبت اكد من هاي المشكله تمام ولا يهمك بس خلص انه يعني انا حضورك موجود ان شاء الله بس نشوف اذا اسمك ليش مش موجود لي في حال انه القائمه مش نازله يعني انت بس بعث لي انه تسجيلك 22 بضيفك يعني تمام تمام يعطيك العافيه لا ولا يهمك